أشد عذابا وأبقى. قالوا لن السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا بالاخوه والاخوات. كيف يومكم؟ ان شاء الله اموركم طيبه ومباركه وزينه. الحمد لله. شو مذاكرة؟ وش ذاكرتوا؟ زين، طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أولا الحمد لله على ما يسر أن انتهينا من المادة، اللهم لك الحمد والشكر، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد، ووفق الله يوفقكم الله جميعا ووفقني معاكم بإذن الله تعالى. وأتمنى أن كانت المادة مفيدة، ولعلكم إن شاء الله استفدتم منها وتكون إضافة بالنسبة لكم بإذن الله تعالى. أتمنى أن تكون إضافة، طبعا أنا ما أقدر أقول أنها إضافة لكن أقول يا رب. خايفين؟ إيه ما يخالف، أحسن اللي خايف يذاكر، اللي خايف يذاكر، ما أدري هذا، لأن الكلام هذا خايفين ما خايفين، ما أدري، يا رب تسهل لنا الاختبار، ما أدري، أقول ذاكروا، أقول ذاكروا. يا رب تسهلوا الاختبار وما تخرجون من المراجعة. والله الكلام هذا غريب لكن عاد الله يوفقكم. عموما ما راح أعلق، يلا عينكم، الله يعينكم، اللي عتب على المخ الله يعين. ترى بقول لكم ذكرنا يا دكتور، الحمد لله الله يوفقكم، اللي يجتهد ربي يعطيه، اللي يجتهد ربي يعطيه يا جماعة الخير. وبعدين انتم ترى مستوى ثامن، هذا كلامكم صدق، يعني انتم المفترض انكم يعني الشهاده، قلت انا من المحاضرات الاولى من حقك انك تكون انك تاخذ تحصل على شهاده وتشخص بها، ترى من حقك، وايضا يكون هدف انك تتعلم الاخرين وتحسن وظيفتك، او انك تقول يا اخي انا انسان جامعي، لكن تعلم العلم للعلم، ترى فتعلم العلم للعلم، الله يجزاكم خير، ليه بياخذ ممتاز مرتفع ذاته؟ ما ادري انتم يعني تتوقعون انكم عشان اخذ ممتاز مرتفع لازم هم يعطوني اياها، ولا انتم اللي تاخذونها؟ ما لازم تغيرون طريقه تفكيركم يا جماعه الخير، مو بالقضيه في الدراسه بس، قضيه في الحياه ككل، تحتاج انك تقدم ما يستحق ثمن الشيء، يعني احنا دائما نكثر من العتب، ولكن فعلا احنا قليل ما نقدم ثمن الاشياء الحقيقي، يعني ما في محل بيعطيك السلعه بلاش، العلم لن تحصل عليه بلاش، يعني الشهاده ترى ما بكل شيء فيما يتعلق بتخصصكم، تخصصكم العلم اللي تعلمته، القدرة على التفكير، القدرة على التحليل، إلا اللي جاي بياخذ ورقة، الله يوفقه، ربي بيعطيه، يعني الله ييسر له بياخذ ورقة الشهادة وبتنتهي، لكن تبدي علميته على قده. والله ذاكرت بس ما أدري إذا جيت أختار الجواب دائما خطأ، الله يعينك. فعلى أنصح الجميع، أنصح الجميع لما تذاكر ذاكر المادة كذا بتأني واستفادة. إحنا يبدو شرحنا المادة، اللي حضروا معانا طبعاً، أنا أشوف الأسماء اللي حضروا معانا، اللي أنا أعرفها الأسماء اللي حضرت معانا باستمرار، تذكرون يعني حاولنا نشرح المادة بالأمثلة ونقربها، واللي حضروا معانا يدرون المادة قصيرة ولا لا؟ اللي حضروا معانا المادة ما كانت طويلة، المادة ما كانت طويلة، وحاولنا نفصلها تفصيل وربطها بالمثال حتى تكون واضحة، حاولنا ربط المادة من أولها يعني فصولها الأولى لين وصلنا ربط واحد، وكنا نعيد القضايا دي بحيث إنه يكون عند الواحد تصور
وقلت لكم هدفي الأول من المادة لأن الوقت يصير أعطيكم الكم المهم اللي يعطيكم تصور كامل عن عملية التغيير والتطوير، فكرتها، تفاصيلها، أسبابها، مزاياها، مشاكلها وتطبيقاتها. فأتمنى اللي عنده سؤال يسأل الآن. طبعا بس قبل لا تسألون خلني أقول لكم إحنا إيش أخذنا. إحنا طبعا أخذنا الفصل الأول. الفصل الأول أخذنا فيه اللي هو مفاهيم إدارة التغيير، أخذنا التعريفات تحدثنا عنها، وأظن التعريف جدا واضح إنه جهد مخطط ويشمل الموضوع بالأكمل، وأن يكون دعم الإدارة العليا، وأن يشمل كل أجزاء المنظمة، وأن خطة استراتيجية أي أنها طويلة المدى، يعني كل الأشياء واضحة. ثم انتقلنا وقلت لكم ترى ما أنتم مطالبين بأسماء الأشخاص، لا أحد يجيني يسألني هل إحنا مطالبين باسم سعد عبد الله، لا ما أنتم مطالب، أنت مطالب أنك تفهم المادة، ما راح يجيك هذا اسم مين ولا من صاحب التعريف. أخذنا بعدين تعريف التطوير التنظيمي، وأخذنا التعريف الإداري، وأخذنا شرح للتعريف وجوانبها، وأخذنا خصائص إدارة التغيير اللي هي الخصائص. لا أحد يقول لي والله متشابهة، لا الخصائص معروفة، وإيش ميزة الشيء، خاصية الاستهدافية الواقعية، التوافقية، الفاعلية، المشاركة، الشرعية، الإصلاح، الرشد، القدرة على الابتكار، قدرة على التكيف السريع. في صوت؟ في صوت؟ وشرحناها بالتفصيل، وظل المفترض أن كل واحد منكم يذاكرها، لا أحد يقول يعني أحفظ الشرعية مشكلة، كيف تبي تحفظ لي تحفظ، لكن اقرأها وافهمها. زين؟ بيجيني واحد الحين يقول لي هل حنا مطالبين بالشرح؟ إيه مطالب تقرأ عشان تفهمه. ما أدري يعني لما أقول لك الإصلاح وش تفهم من الإصلاح؟ لما أقول لك المشاركة وش تفهم من المشاركة؟ زين؟ طيب بعدين أخذنا أسباب التغيير والتطوير، ذكرنا التطور التكنولوجي، العولمة، ضعف الأداء، القوانين والأنظمة، العمالة، قصور العقل البشري، تغيير احتياجات العملاء، وتغيير إدارة المنظمة، والنمو والمحافظة على الحيوية الفاعلة، وتنمية القدرات على ابتكار التوافق مع تغيرات الحياة، وزيادة مستوى الأداء. ثم بعدها أخذنا أنواع التغيير، وقلنا هناك عدة أنواع التغيير تنقسم على حسب إلى حسب الأسباب، تغييرات استجابة ضغوط خارجية أو لحل مشاكل داخلية أو بهدف السيطرة على المحيط. ثم أخذنا حسب أسلوب مواجهة التغيير، مخطط أو دفاعي أو هجومي. ثم حسب مدة التغيير، تغيير تدريجي، تغيير جذري. ثم حسب موضوع التغيير، التغيير المادي والمعنوي. حسب سرعة التغيير، التغيير السريع والبطيء. كلها مرتبطة ببعض ومفهومة لما شرحناها، يمكن لو ترجعوا للتسجيل راح تجدونها واضحة بإذن الله. بعدين قلنا خطوات التغيير، معرفة مصادر التغيير، تقدير الحاجة إلى التغيير، تشخيص مشكلات المنظمة، التغلب على مقاومة التغيير، تخطيط الجهود اللازمة للتغيير، وضع استراتيجية التغيير، تنفيذ الخطة خلال مدة معينة، ومتابعة تنفيذ الخطة ومعرفة نواحي قوة وضعف. تذكرون قلت لكم لما يجيك سؤال اقرأ السؤال زين. أنا يبدو لي البعض يكون يستعجل، يعني عندك الآن هالساعة في الاختبار قعدها كاملة الله يعافيك، لا تستعجل في الخروج من الاختبار، يعني ما عندك ذاك اليوم إلا خل يومك هذا كله الاختبار، يستاهل الاختبار هذا. زين؟ فلما يجيك سؤال اللي يقول لك خطوات التغيير مصادر التغيير، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ خطأ. ليش؟ لازم تعطي جملة كاملة. نحن عرب لازم تقول معرفة مصادر التغيير، لأن من خطوات التغيير مصادر التغيير هذا كلام خطأ 100%. لما يجي تقديم حاجة للتغيير لما يقول لك الحاجة إلى التغيير، من خطوات التغيير الحاجة إلى التغيير، لا مو صحيحة. تقدير الحاجة للتغيير. طيب أيضا أيضا بعدين خلنا مرحلة التغيير، وخلنا مرحلة التشخيص، مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة التقييم. أرجع وأكرر من جديد، اقرأوا الشرح، حنا شرحناه بالتفصيل، اقرأوا أو استمعوا له. طيب بعدين خلنا خطوات تطبيق التغيير، قلنا الخطوة الأولى استعداد النفس والتهيئة الذاتية، الخطوة الثانية اختيار وتكوين فريق العمل، الثالثة الحصول على دعم مؤقت تأييد الإدارة العليا، الخطوة الرابعة التمهيد للانتقال التدريجي مرحلة إعداد للتطبيق، الخامسة التطبيق الكامل المتابعة الفعلية. بعدين خلنا استراتيجيات التغيير والتطوير التنظيمي، العقلانية الميدانية، استراتيجية تفخيم التوعية الموجهة، استراتيجية القوى القسرية. بعدين أخذنا المحاولة تحدد اختيار استراتيجية التغيير اللي هو أهداف التغيير، الوحدة أو الجهة المستهدفة من التغيير، الفرص المواتية والقيود، وصيغة التغيير. ثم تحدثنا عن مجالات التغيير، وقلنا هناك التغيير الاستراتيجي. دائما حطوا في بالكم أن التغيير هو تغيير استراتيجي أي طويل المدى. لو جاء سؤال قال لك برامج التغيير والتخطيط والتطوير تتسم خططها بأنها
طويلة المدى، قصيرة المدى، متوسطة المدى، طيب، أو تشغيلية. أي إيش الإجابة الصحيحة؟ طويلة المدى. طيب، ثم ذكرنا تغيير، هناك تغيير هيكلي، تغيير استراتيجي، تغيير تكنولوجي، تغيير إنساني. بعدين قلنا هناك تغيير إنساني يشمل الأفراد، وبعدين تحدثنا عن أنشطة الأعمال والسياسات. ثم تحدثنا عن مقاومة التغيير التنظيمي، وذكرنا هناك الأسباب، أسباب مقاومة التغيير، وذكرنا مزايا مقاومة التغيير، وذكرنا استراتيجيات المنظمة في التعامل مع مقاومة التغيير: التعليم والاتصال، المشاركة والاندماج، التسهيل والدائرة، التفاوض والاتفاق، والاستغلال واختيار الأعضاء، الإكراه، الظاهر وغير الظاهر. أرجعوا كذا نفس كلامي، اسمعوا المادة واقروها واقروا الشرح، ترى المادة قصيرة، يعني ما تأخذ منك، أظن ما تأخذ ساعتين، أظن ما تأخذ ساعتين. اللي ما يجيب درجة فهي مشكلته، ولا يجي واحد يقول حسبي الله عليه حط لنا أسئلة صعبة، أبدا المادة واضحة جدا، حتى لو بصعب الأسئلة ما أعرف. زين، هذا واحد. اثنين، قلت لكم المادة لن تخرج عن الشيء اللي درسناه. جميل، إذا أنت ما عرفت تحل مشكلتك معناها أنك ما ذاكرت، لأنه زي ما قلت لكم مر علي ناس يمكن ذكرتها بالكلام أمس وكانت من أغرب الحياة اللي مرت علي، اللي يقول حسبي الله عليك ليش غيرت أشياء الترم الماضي. طيب، فضحكت يعني ما أدري شو أسوي، المفروض إني أعطيته قلت له حط الأسئلة والسؤالي. ف نقول يا رب بعدين عندنا عوامل نجاح التغيير، تطوير التغيير التنظيمي. لو تقرا العوامل يعني معليش عوامل واضحه، نفس الشرح، نفس الشرح. الله يجزاكم خير، يدخلنا وياكم الجنه والدين والمسلمين جميعا، لكن الحين انتم انفسكم. طيب، يعني تلاحظون دعم تغيير القاده الاداريين. انت لما تقرا الماده اللي يقولون ماده تلخبط، اقول انتم ما ذاكرتوا. اللي يقول ماده تلخبط اقول له ما ذاكرت، لان الماده مرتبطه مع بعضها ببعض وتعيد نفسها بصور جميله وما فيها تعقيد، يعني تطلع انت متمكن من الماده. فاعتقد انك جيد او تركز زين. بعدين اخذنا اهداف برامج التغيير، بعدين اخذنا القوه العامه للدافع لحدوث التغيير، دوافع التغيير التنظيمي، العوامل الداخليه، رساله المنظمه. من دوافع التغيير قلنا العوامل الداخليه، اهداف جديده، رساله المنظمه، واذكر شرحناها بالتفاصيل هذه، عدم رضا العاملين. بعدين قلنا عوامل البيئه المباشره، المؤثرات، قلنا البيئه الخاصه اللي تؤثر على المنظمه، تغيير يعني المستهلكين، المنافسين، الموردين. بعدين قلنا عوامل البيئه غير مباشره، البيئه العامه ذكرناها هنا وشرحناها بالتفاصيل موجودة عندكم. بعدين قلنا معوقات التغيير وذكرنا في معوقات بأشكالها المتعددة. ثم انتهينا من الفصل الأول، هذا كان الفصل الأول. جميل، واضح. في أحد عنده استفسار سؤال هنا؟ في أحد عنده استفسار أو سؤال؟ في شيء غير واضح؟ في هنا سؤال، لحظة. هناك مجموعة من العناصر تدعم نجاح برامج التغيير التطوير التنظيمي، هي دورية موجودة. طبعا مرة غير. العوامل والعناصر تدعم نجاح برامج التغيير، عندنا عوامل نجاح برامج التغيير نص كده، نص موجودة، موجودة في الفصل الأول تونا مريت عليها. عوامل نجاح التغيير ما مرت عليكم؟ طيب موجودة، أنا أقول لكم عشان كده أقول ذاكروا، عشان كده أقول ذاكروا، موجودة توي الآن مر على العنوان، ها توي شارحينها بالتفاصيل دي، ارجو. وش تحديد وقت الموارد والمسؤوليات صح؟
ما أعرف، ما أدري، ما أعرف ما أدري، فاهم تحديد وضبط الموارد والمسؤوليات، ما أدري وش هذا سؤال صح وخطأ، طب إيش السؤال؟ معلش هذا مو بسؤال، هناك دول العاصمة تدعم نجاح برامج التغيير، تحديد ضبط الموارد والمسؤوليات. ما ادري والله، انا ما اعرف السؤال هذا، ما اعرف، ماني عارف. شكرا شكرا يا اخي، شكرا. لان هذا السؤال ما ادري، يعني عوامل النجاح موجوده، ضبط الموارد والمسؤوليات اجابه على حسب السؤال نفسه، يعني اذا ما كانت هذه الاجابه من عوامل النجاح تغيير ضبط الموارد والمسؤوليات، تحديد الموارد والمسؤوليات قد يكون صحيح، لكن هل هو انت حطيت السؤال واجابه واحده؟ ممكن لو ما كان في لها الاجابه، لكن هل يوجد اجابه اخرى؟ انا ماني عارف، لان يا جماعه الخير انا مستغرب النقطه وذكررتها مرتين هذه الثالثه. حنا اختباراتكم وانتم تعرفونها وانا اعرفها، انها يا صح وخطا يا اختيار الاجابه الصحيحه، ما في يقول لك اشرح او عدد، صح ولا لا؟ صح. طيب فاذا اذا كان هذا السؤال حطيت الاجابه هذه ما في لها الاجابه، بس ما عندكم انتم اكتب اجابه، عندك اختر اجابه، صح ولا لا؟ يعطيك اربع اجابات تختارين واحده منها، فانا ما ادري في الاربع اجابات الثانيه الثلاثه الاخرى عشان تقولي صح او خطا. ما دي واضحه من اخوك؟ واضحه الفكره؟ اختنا عبير الظاهر اسمها، عبير الظاهري معي وانا اخوك، يعني انت الان الله يرضى عليك لو انت حطيتي اجابه واحده وانا طلب منك، لكن انا بيعطيك اربع اجابات تختارين منها واحده، فانت اعطيتينا واحده فقط، انا بعتبرها شكلها صحيح. والله الصوت اللي قاعد ازعق اني واضح عن صوتي حيل، يعني حتى الجيران بيزعجهم، الجيران افهموا الماده لو يختبرون معكم نجحوا. طيب أحد عنده اعتراض أو استفسار؟ آمين. طيب أحد عنده استفسار عن الباب الأول؟ طيب بعدين قلنا الباب الثاني، الفصل الثاني للقراءة. طيب قلنا الفصل الثاني للقراءة، جميل والله، اللي بيقرأ بيستفيد، لكن مو معكم في الاختبار لأن الوقت ضيق، فالفصل الثاني اللي بيقرأ بيستفيد لكنه مو معكم في الاختبار. طيب ننتقل للفصل الثالث، الله يسلمكم، اللي هو الفصل الثالث الجانب الإداري لعملية التغيير والتطوير التنظيمي. يا سلام. طيب أنا أشوف تعليقات الزملاء هذول معناهم إنه ما كانوا يحضرون معنا، طبعا الحضور مش ملزم، لكن ترى يمكن اللي كانوا موجودين تابعوا المادة معانا عارفين التفاصيل هذه. طيب الفصل الثالث حذفت وايد، شكرا. طيب الفصل الثالث المادة والله مهمة، اللي يقدر له منكم يقراها تراها مهمة جميلة، لكن عاد شو نسوي الوقت ضيق. طيب نجي للفصل الثالث اللي هو الجانب الإداري، تكلمنا أخذنا المقدمة وبعدين سلمكم الله جينا وضعنا عناصر العملية الإدارية للتغيير والتطوير التنظيمي، أخذنا عملية التخطيط، عملية التغيير التطوير التنظيمي، جميل ولا لا؟ وذكرنا تفاصيله وشرحناه وأخذنا له تعريف. يقول فالتخطيط يساعد، فالتخطيط يساعد المنظم على اتخاذ القرارات المنسجمة مع الأهداف والخطط لعملية التغيير والتطوير. لاحظتوا؟ آمين وياكم. لاحظت تعريف التخطيط، يساعد المنظمة على اتخاذ القرارات المنسجمة مع الأهداف والخطط لعملية التغيير والتطوير، يعني لو جاء قال لك هذا تعريف الأهداف هل هو صحيح؟ هل أهداف التخطيط الأهداف
أن تساعد المنظمة لتحقيق قرارات منسجمة مع الأهداف؟ ما يجي، لأن هي تتكلم عن الأهداف. يعني يجيك واحد يقول لك والله هذا ممكن تعريف الأهداف، كيف الأهداف تساعد على تحقيق الأهداف؟ زين، واضح تعريف التخطيط. ثم ذكرنا قبل التخطيط الاستراتيجي وقلنا ما طويل الأمد وشرحناه وتكلمنا عن ثمرة التخطيط وتطبيق التغيير التطوير التنظيمي عدة مراحل كما شرحناها في الفصل الأول، والآن تكرر عليكم الفصل الثاني، وهذا يخفف عليكم الضغط. اللي يقول تكرار والمادة تلخبط أقول له معليش، هي تعاد عليك بالعكس. أنت الآن تربط بين الفصل الأول والفصل الثالث، هذا هو نفسه تحديد حالة عملية التغيير، اختيار تكوين فرق العمل الأساسي، الحصول على دعم موقف الإدارة العليا، تمهيد الانتقال التدريجي، تطبيق تنفيذ العملية الكاملة، متابعة تقييم العملية. واضح؟ في أحد عنده سؤال؟ في سؤال هنا؟ طيب حلو، بعدين أخذنا خطة الوظيفة الثانية اللي هي وظيفة التنظيم لهذا التغيير. ذكرنا التنظيم وهي نفسها التغيير يا جماعة الخير، أنتم إداريين متخصصين، وظائف التغيير والتطوير التنظيمي هي نفسها الوظائف الإدارية، تخطيط، تنظيم، تقويم، قيادة إدارية، توجيه، رقابة إلى آخره. جميل ولا لا؟ أخذنا التنظيم وهو يتضمن تقسيم عملية التغيير وتصحيح وتنسيق بين أجزاء تحقيق الأهداف التي حددها خطة التغيير. وذكرنا عناصر التنظيم الإداري لعملية التغيير: الأعمال والنشاطات في المنظمة، الأفراد والعاملون في المنظمة، الإمكانات والموارد، النظم والإجراءات، الهيكل والأسلوب، تحديد السلطات والمسؤوليات اللي قبل شوي أخت نعبير تسعى الله يوفقنا وإياكم جميعا عن أن من أسباب برامج نجاح برامج التغيير اللي تحديد السلطات والمسؤوليات. إجابة تعتبر سليمة لأن من ضمن التفاصيل إذا أعطيت هذا الجواب فقط والسؤال هذاك فقط. جميل. بعدين فوائد الوظيفة التنظيمية ذكرناها، بعدين جينا ذكرنا هنا خلاص مجال التغيير والتطوير التنظيمي داخل المنظمات، دخلنا الأفراد. شوفوا ترى انتهينا آخر شيء أخذناه في التنظيم اللي هو أخذنا سلمكم الله لحظة عشان بس نكون مضبوطين. شوفوا الآن الخطوة الثانية مضافة لإدارة التغيير، ثم الصفحة اللي بعدها، ثم الصفحة اللي بعدها. آخر شيء أخذناه وصلنا عند مجال التغيير والتطوير التنظيمي معي، وصلنا أخذنا الحالات الثلاث بالضبط، ما عاد كملنا صح ولا لا؟ هذا أهم ما فيه، الباقي هذا مكرر معي. أنتو واضح؟ لحظة وين؟ ما عليش جاوبوا الله يجزاكم خير عشان خلص. صح يا منى، انتقلنا بعدين للتوجيه. آخر شيء أخذناه ويمكن التوزيع، وكما تعني أيضا أن من هنا أفراد داخل المسلسلات سيشتركون في هذه الخطوة وثمانية درجة المشاركة، ويمكن تمييز هنا بين ثلاثة حالات الأولى والثانية والثالثة، هذا اللي أخذناه. أما من حيث ما تتم عن التغيير والتطوير يجب على المشتركين في عملية تنظيم التغيير أن يضعوا ما يشبه الجدول، أما من حيث كون يتم التنظيم عن التغيير يعني ذلك تحديد الأدوات، هذا أخذناه لين نصف الصفحة. وصلنا مجالات التغيير ووقفنا، انتقلنا للتوجيه. واضح؟ طيب ننتقل اللي بعدها. بعدين انتقلنا الوظيفة الثالثة من الوظائف الإدارية، التوجيه والقيادة لعملية التغيير والتطوير. معي؟ جينا التوجيه، بعدين أخذنا الوظيفة الثالثة، أخذنا التوجيه، وبعدين نزلنا لتعريف القيادة. قلنا أن القيادة تذكر لنا مسألتكم سؤال عن القيادة، أنها هي دفع الناس
بطريقة إيجابية للمشاركة وتحقيق أهداف المنظمة. بعدين أخذنا صفات القائد الفعال، بعدين انتقلنا الصفحة اللي بعدها دور القيادات الإدارية في تطوير التغيير التنظيمي معي. كانت هذه الصفحة فقط اللي أخذناها في دور القيادة الإدارية. وقفنا هنا كيف تغيير تطوير المنظمة، السؤال اللي يطرح نفسه أنه هو إذا هنا أخذناه صحيح؟ خصائص الأربعة واللي تحتها. وأخذنا أولا أما أن تقوم الإدارة نفسها بعملية تغيير التطوير أو تعتمد على مستشار خارجي يحرك مدير تغيير التطوير في المنظمة سبق البديلين السابقين أن تحدد دورها في تغيير التطوير تحدد متى تدخل المستشار الخارجي. إلى هنا أخذنا في الفصل الثالث صحيح؟ ممتاز؟ وين يا منى وين مش أخذنا؟ خلينا آخر الصفحة بس. هي طيب زين، لا تزعلينهم الله يبيك. طيب بعدين انتقلنا للهندرة الباب التاسع. ايش الخصائص؟ لين اخر الصفحة. لين اخر الصفحة اخذناها فيهم. بعدين نجي الفصل التاسع. نجي الفصل التاسع. واخذنا الهندرة. اخذنا تعريف الهندرة. واخذنا مفهوم الهندرة الادارية. واخذنا عناصر الهندرة اللي هي اساسيات العملية الجذرية الفائقة وهائلة. بعدين المنظمات اللي تحتاج الهندرة. بدينا الجهات اللي تتولى الهندرة، قائد العملية، صاحب العملية، فريق الهندرة، اللجنة الموجهة والقيصر. بعدين أخذنا اختيار العمليات الهندرة. بعدين أخذنا خصائص نظم العمل بعد هندرتها. بعدين أخذنا فوائد الهندرة. آخر شيء أخذناه فوائد الهندرة. وصلنا علاقة إدارة الجودة الشاملة بالهندرة وتوقفنا صح؟ واضح؟ ثم أخذنا أمس الخصخصة بالكامل كلها ثلاث صفحات، هي أربع صفحات ونص. واضح إخوان؟ هذه المادة اللي ولله الحمد أخذناها مع بعض. أحد عنده اعتراض؟ خلاص شو الكوزات الاختبار الواحد الجاي اكبر كوز تمرون فيه ان شاء الله. احد عنده سؤال؟ الله يعافيكم. التوقيع بخصص وش فيها خصصة؟ ايش فيها خصصة؟
كيف ما في صوت؟ في صوت ولا ما في صوت يا شباب؟ هي كلها معكم مخصصة، كلها هي شوي أصلا. طب عفوا يا شباب، لو قال لك يعد قصور العقل البشري من الأسباب الجوهرية لإجراء التغيير، صح ولا خطأ؟ يعتبر تعديل القوانين الأنظمة من أسباب التغيير في المنظمات، صح ولا خطأ؟ ليش خطأ؟ إذا تعدلت الحكومة عدت القوانين والأنظمة مو من أسباب التغيير، شلون كلاهما صح وخطأ؟ شلون؟ ما يجي. بيجيك سؤال صار يعتبر تعديل القوانين الأنظمة من أسباب التغيير في المنظمات، صح ولا خطأ؟ إيه ذاكروا ذاكروا الله يجزاكم خير ذاكروا. لا يمكن الدمج بين عدة استراتيجيات لإدارة التغيير. ما أنا أكتشف دائما أنكم ما ذكرت إدارة خطأ يمكن. وش الصح؟ يمكن الدمج. التغيير الإداري أشمل من التغيير التنظيمي. هذه واضحة صح. التغيير الإداري أشمل من التغيير التنظيمي. هذا صح خطأ صح خطأ خطأ ولا صح؟ التنظيمي أشمل لأن التغيير الإداري يعتبر إيش؟ نسبي من التغيير ولا جزئي ولا كامل ولا أشمل؟ إذا التغيير نسبي من التغيير. أحسنتم. طيب طبعا خطط التغيير والتطوير التنظيمي تعتمد على الخطط إيش؟ متوسطة المدى والتشغيلي صح؟ طويلة الأجل. طيب مجالات التغيير، لو جاك سؤال قال لك مجالات التغيير والتطوير التنظيمي تشمل التغيير الاستراتيجي، هذا الإجابة الأولى. الإجابة الثانية تشمل التغيير الهيكلي. الإجابة الثالثة التغيير التكنولوجي. الإجابة الرابعة التغيير الاستراتيجي والهيكلي والإنساني والتكنولوجي. أي واحدة صحيحة؟ لا لا والله ما شاء الله، يا يعني شرح زين يا يعني انتم ذاكرين زين، واحد منا او مع بعض. طيب وش رايك فينا؟ راي الله يوفقكم، شدوا حيلكم الاختبار، خلوكم الراي فيكم، عليكم من رايكم بانفسكم. طيب إدارة التغيير والتطوير، شكرا على الكلمة هذه. المادة فهم صدقتي وانا اخوك، المادة فهم، وحنا شرحت انا باسلوب الفهم، ما طلبت منكم حفظ، علشان كذا كنا مطيل في يعني الوقت اللي احنا صرفناه في شرح الكمية هذه كان بالامكان نشرح منها 4-5 فصول، لكني اثرت انكم تفهموا الشيء المهم على الكمية. طيب إدارة التغيير والتطوير لها عدة خصائص، منها الفاعلية 1-2 تحقيق التغيير حتى لو أدى ذلك لتحقيق الخسائر، 3 تبني الأهداف حتى لو لم تكن واقعية، 4 الوصول للأهداف بكل الوسائل حتى الغير مشروعة. وين الإجابة الصحيحة؟ نعم ذاكرين، لا ذاكرين. طيب التغيير التنظيمي يتميز بأنه تغيير غير محدد، ليس له وقت نهاية، عشوائي مدروس. وين جذري الله يجزاك؟ مدروس صحيح. طب سؤال، تتعلق معوقات التغيير المادية والفنية بما يلي: 1 الأفكار أو الاضطرابات أو الأساليب أو ضعف الإمكانيات. معوقات التغيير المادية والفنية تتعلق بالأفكار، شلون؟ شرحوها لنا ذي، كيف الأفكار؟
معوقات التغيير المادية والفنية تتعلق بالأفكار. ذاكر قلنا الأفكار أو الأساليب، واحد الأفكار، اثنين الأساليب، ثلاثة الاضطرابات، أربعة ضعف الإمكانيات. ضعف الإمكانيات يا جماعة الخير. التغيير التنظيمي، شكرا يا علي. طيب التغيير التنظيمي ما انا هذا اللي اقوله بالاختبار، لا تستعجلون. التغيير التنظيمي ترى واضحه الاجابات، واضحه جدا والله العظيم، يعني واضحه جدا خاصه مع الشرح كانت واضحه. طيب التغيير التنظيمي، للتغيير التنظيمي عده عوامل داخليه، من اهمها التقنية، الهيكل، القوانين، العنصر البشري. التغيير التنظيمي عدة عوامل داخلية، من أهمها التقنية، اثنين القوانين، ثلاثة الهيكل، أربعة العنصر البشري. شو الصح؟ ما يحتاج، ما في كلام، قلت هذا الكلام وكررته ومليت، وأنا أقول أنتم أهم شيء في الموضوع العنصر البشري، فالعنصر البشري عجزنا والله. حفظتوه صح ولا لا؟ هذا السؤال اللي بيختفيه لا ياخذ الشهادة، يرجع لهم من كثر ما عدت السؤال هذا. شكرا يا منصور. طيب لضمان نجاح برامج التغيير في المنظمات، لضمان نجاح برامج التغيير في المنظمات لابد ان يكون مدعوما من الاداره الوسطى الدنيا، المستويات الاداريه المتوسطه، او لا يحتاج الى دعم. الصوت موجود ما اختفى شيء. طيب مشاركة العاملين في المنظمة في برامج التغيير والتطوير وإطلاعهم عليه يعتبر أمر إيجابي ومهم لنجاح التغيير، سلبي، غير مهم أو محايد؟ برامج التغيير، برنامج التغيير أو خطوة التغيير تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها ما يلي، ما عدا. لما يجي يقول لك منها ما يلي معناه في واحد منها بس اللي صحيح. تؤدي إلى زيادة التعاون، هذا ألف، باء تشجع الانتماء للمنظمة، ثلاثة تطوير بيئة العمل، أربعة زيادة نسبة الملكية. وش اللي ما عدا؟ أربعة صح، اللي هو زيادة نسبة الملكية، قلنا ما تؤدي إلى زيادة الملكية نهائيا. هناك تغييرات طيب من أسباب التغيير والتطوير التنظيمي، من الأسباب الأداء القوي والمميز للمنظمة، اثنين كمال العقل البشري، ثلاثة ثبات وعدم تغيير احتياجات العملاء، أربعة التطور التكنولوجي. أي واحد فيهم؟ التطور التكنولوجي اللي قالوا واحد، الأداء القوي والمميز للمنظمة، يرجعوا ذاكر تعرفون أسباب التغيير اللي هو الأداء الضعيف للمنظمة. اللي ذاكر بيجاوب، لا أحد يجي يقول السؤال غامض، يعني واضح جدا. قلنا من أسباب التغيير والتطوير التنظيمي الأداء القوي للمنظمة هو
اللي هو الأداء الضعيف للمنظمة، هذه أحد أسباب التغيير. كمان العقل البشري موجودة في الأسباب، نقص العقل البشري لا تحتاج في الأسباب التغيير اللي هو تغير احتياجات العملاء. السؤال يقول لك ثبات احتياجات العملاء، الأخير تطور تكنولوجيا جماعة الخير ذاته، وين علي؟ يعني اكتب ذاكره. مو اسم علي هو، إلا هذا هو علي، علي الأعجم، يا ريتكم وانتم في الاختبار تركزون شوي. يعد شراء جيل جديد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة تغييرا إداريا قانونيا هيكليا تكنولوجيا تكنولوجيا. طيب، من أبرز عناصر تعريفات إدارة التغيير والتطوير التنظيمي ما يلي باستثناء، يعني كل الإجابات صحيحة إلا واحدة مستثناء، ركزوا معي، أنه حل مشاكل المنظمة، 2 أنه وجود مخطط، 3 أنه تجديد المنظمة، 4 أنه تأثير فقط. أي واحد فيهم الإجابة؟ صحيح، جاءتكم صحيح، ما شاء الله عليكم مذاكرين. الهندرة أحد تطبيقات علم الهندسة الإنتاجية، صح ولا خطأ؟ أجل وشي؟ والله يا طول الخطأ. وش الإجابة؟ حتى تطبيقات إيش؟ علم إيش؟ تطبيقات علم الإدارة، وليست الهندسة والإدارة، يسمونه الهندرة ري إنجينيرينج، هندسة العمليات الإدارية، مو بهندسة وإدارة، مو بإدارة وهندسة، لا أحد يفتي يا مو بإدارة وهندسة، اسمها هندسة العمليات الإدارية، يعني أبدا ما يدخلون فيها يا جماعة الخير. استخدموا مصطلح الهندسة لإعادة هندسة العمليات الإدارية، زين؟ شرحناها هذه ترى. هل قيادة المنظمة تؤثر تأثير مباشر على القيادة الإدارية؟ هل لها تأثير على إدارة التغيير والتطوير ولا لا؟ منال تقول لا. شلون؟ شلون يا منال؟ القيادة الإدارية ما لها تأثير، صحيح؟ أنا أتفق معك يا منال. ذاكر يا شباب، الهندرة القيادة الإدارية شرحناها، أحد وظائف الإدارة، كيف ما لها تأثير على التطوير والتغيير التنظيمي؟ القيادة الإدارية لها تأثير مباشر، لأن قلنا اللي يقوم بعملية التغيير ويدعمها الإدارة العليا، صح؟ هي القيادة الإدارية. إذا هي ما لها تأثير، أجمل ولا لها تأثير؟ فكروا في الموضوع. طيب، من مزايا مقاومة التغيير والتطوير التي تواجهها المنظمة أنها 1 تدعم نظم الحوكمة في الشركات، 2 تجعل مؤسسات القطاع الخاص تتشارك مع القطاع العام في بناء الخطط، 3 تؤدي إلى الاعتماد على الدراسات التاريخية والتحليلية، 4 تجبر المنظمة على توضيح أهداف التغيير للعاملين. أي واحدة الإجابة صحيحة؟ من شروط نجاح عملية الخصخصة للتحول للمؤسسات من القطاع الخام من العامل الخاص الإفلاس، التصفية، إعادة الهيكلة، وضع برامج منهجية تتصف بالحيادية. أي واحد فيهم؟ طيب، من ذكرنا احنا أسباب ليش الحكومات تهتم بالخصخصة، أعطوني الإجابة. أسباب ثقافية، أسباب اجتماعية، أسباب فكرية، أو أسباب مالية؟ كل شيء 4. صدق والله.
طيب صحيح خصم رواتب الموظفين يعد عملية مرنة أو أسلوب تفاوض أو ترغيب أو تلهيب. يقول لك يساعد المنظمة على رسم الخطط المنسجمة، يساعد المنظمة على اتخاذ القرارات المنسجمة مع الأهداف وخطط عملية التغيير. وش هو؟ التغيير والتطوير، وضع الأهداف، إطار القانوني، التخطيط. طيب من العوامل التي تحدد اختيار استراتيجية التغيير: واحد، أهداف التغيير، اثنين، مرحلة التقويم، ثلاثة، التخطيط قصير المدى، أربعة، مرحلة التشخيص. أهداف التغيير يصنف التغيير وتطوير التنظيمي حسب معيار سرعة التغيير: تغيير جذري، تغيير معنوي، تغيير سريع، تغيير مخطط. حسب سرعة التغيير يجي تغيير جذري سريع، قلنا سريع أو بطيء، ذاكره يعني اكتب ذاكره. يعني لما يقول يصنف التغيير التطوير التنظيمي حسب معيار سرعة التغيير، قلنا واحد تغيير ذكروا، تغيير جذري، تغيير سريع، تغيير معنوي، تغيير مخطط. يعني الإجابة موجودة في السؤال يا جماعة الخير، الإجابة موجودة في السؤال. حسب السرعة سريع، حسب البطء بطيء. طيب لما انا ما ابغى اشوفها الان، جاوبوا بسرعه، لكن بالاختبار ارجوكم ركزوا زين. ما يخالف يعني انا عندي تخطون الان ولا تخطون بالاختبار لو سمحت. طيب يعني ما يخالف، الحين احنا هنا ناخذ ونعطي مع بعض، يعني تحملوني واتحملكم. فلكن انا مهم عندي، الله يجزاكم خير، انكم تركزوا بالاختبار. لا كلكم خير وبركة، بالعكس تصبروا علي ونصبر عليكم. من خصائص خطة التغيير والتطوير أن يكون لها هدف واضح ومحدد وقابل للقياس والتطبيق ومرتبط بإطار زمني معين، ويسمى القدرة على التطوير والابتكار، الرشد، التوافقية، التركيز. أي واحد يوم الجواب. خصائص خطة التغيير والتطوير أنه يكون له هدف واضح ومحدد وقابل للقياس والتطبيق ومرتبط بإطار زمني معين، يسمى التوافقية، الرشد، القدرة على التطوير والابتكار، الفاعلية. أي واحد فيهم؟ كل إجاباتكم غلط، تعرفون ليش؟ يعني ما حطيت الإجابة، سألتكم سؤال أيوة الاستهدافية، ترى ما حطيته، أبجربكم للمعلومية، ترايته ما ذكرت الإجابة. صحصحوا، ركزوا، ذاكروا. هي لا جبتين صح عليك. وينك يا علي يا جماعة؟ بالعكس الآن أنت الآن ترى، يعني معليش، من خصائص خطة التغيير
مكتوب أن يكون له هدف واضح ومحدد وقابل للقياس والتطبيق ومرتبط بإطار زمني معين. تذكرون ما أشرح لكم أقول لكم سمارت جول والهدف يجب ويجب اسمها الاستهدافية. أول شيء في خصائص التغيير الاستهدافية، صح؟ صح ولا لا؟ قلت هدف على طول واضح. الله يجزاكم خير، معليش ركزوا شوي. طيب هناك تغييرات، لا والله انا ودي اخلص الله يجزاك. طيب هناك تغييرات مرتبطة ببيئة المنظمة الخارجية يستثنى منها التالي، ركزوا معي. التغييرات في قانون النظام الاقتصادي للدولة، تغيير أذواق المستهلكين، التغييرات في القيادة الإدارية الداخلية للمنظمة، أو التغييرات السياسية، أي واحد الإجابة؟ ما يبي لهم قوة، صح؟ الداخلية، لأن قال لك هاري مرتبطة بالخارجية، ما عدا وحدات بتكون داخلية، صح ولا القيادة الداخلية؟ طيب تطبيق مفهوم الهندرة له عدة فوائد، زين؟ الحد والتقليل من قدرة الموظفين على اتخاذ القرار. 2 تزايد السيطرة الإدارية من قبل المدراء. 4 تقليل وتقليص حجم التدريب والتعليم. 4 تجميع الأعمال المختصة بتقديم سلع وخدمات في مكان واحد لتوفيق الوقت والجهد والتكاليف، أي واحد فيهم مذاكر يعني. طيب من أساليب الخصخصة، من أساليب الخصخصة الاستثمار، الاستهداف، الإفلاس، مقايضة الديون. من العناصر الأساسية لعملية الهندرة أنها تهدف إلى طفرات بسيطة ومحدودة في معدلات الأداء، إعادة تصميم الجد للعمليات. 3 التغييرات السطحية أو التجميلية. 4 ترميم الوضع القائم، أي إجابة صحيحة؟ صحيح. طيب يا أخوان عندكم أي سؤال؟ كذا إحنا تمينا المراجعة، أسأل الله أن يوفقكم ويسر أموركم ونسمع منكم أخبار زينة إن شاء الله تعالى، ودعواتي الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح والتميز. أرجوكم لي طلب صغير، بس لي طلب صغير ممكن. تعلموا العلم للعلم وانقلوا اللي تعلمتوه للآخرين، خلوا قيمتكم خلوا قيمتكم يا جماعة الخير فيما تنقلون من العلم للآخرين. ما يكفي أنك تأخذ الشهادة وتقول أنا والله أصبحت جامع، لا ما أكتب شيء، أنا والله أتذكر. طيب فالله يسعدكم، انقلوا العلم اللي تعلمتوه، اخلصوا لله في طلبكم للعلم هذا والدراسة والشهادة، انقلوها للآخرين. اللي اليوم تعلمت انقل للآخرين، ترى عادي، ترى أنت لا تعتقد أن اللي حولك يعرفون كل شيء، ولا تعتقد
قيمتك تكون بما تنقل للناس، بالقيمة اللي تقدمها للناس، إن كنت عسكري بحماية الناس وتقديم العلم، إن كنت معلم بتعليم الناس وتقديم العلم، إن كنت موظف في مكتب بإنجاز معاملات الناس وتقديم العلم لهم، العلم ينتقل معكم وما رحتوا. فأرجوكم انقلوا العلم، لأن ربي بيعطيكم واجد، كل ما أعطيتوا منها العلم ربي زادكم. لا تكونون محدودين. الآن مجموعة المدودة خلوكم على قولتهم عالميين، أنتم رسل للعلم ولبلدكم وللناس اللي حولكم. ما يكفي أسوأ شيء أنك تتعلم الشيء وتنساه أو ما تقدمه للآخرين، والله ربي بكرة بيسألك عن العلم هذا. فالله يوفقكم ويسر أموركم، وعلى قولتهم أنا إن كان هناك توفيق وتيسير فهو من الله سبحانه وتعالى، وكان هناك تقصير أو نقص نسأل الله أن يعفو عنه وعنكم، وحاولت قدر الإمكان أقدم جهدي وما أستطيع على محدودية الوقت. وجزاكم الله خير على حضوركم أو استماعكم أو من استمع أو من حضر، وجزا خير الجميع ودعواتي، أسأل الله أن يوفقكم ويسر أموركم. أي استفسار؟ لا، ما حصل منكم إلا كل خير، ما أسمع منكم إلا كل خير، الله يجزاكم خير أبدا. أنعم وأكرم فيكم إخوة وأخوات كرام. إي والله يا علي تكفى، قل لهم ذاك. طيب، الله يحفظكم، في أمان الله. أي سؤال أبدا، أي سؤال عندكم المنتدى، وهذا أيضا أعلق المنتدى ولا شيء، هذا أيضا إيميلي. الله يجزاكم خير. لا ولا أخوك، أنا والله ما أحط أسئلة بالمنتدى، الله يجزاك خير، أنا ميبو وظيفتي ولا أحط أسئلة بالمنتدى. بعدين أنا راجع نحن المادة، الله يجزاك خير. وياكم، جزاكم الله خير. إذا ما عندكم أسئلة انتهينا. في أمان الله، مع السلامة.